في 14 من يوليو عام 2015 انطلقت عملية السهم الذهبي لتحرير مدينة عدن بعد أشهر من التخطيط والعمليات العسكرية الجوية والبحرية لقوات التحالف العربي والعمليات الأرضية للمقاومة المحلية. وخلال أقل من أسبوعين أصبحت عدن مدينة محررة، وقد كانت تلك العملية نتاج أشهر من العمل المضني للإعداد لهذا الانتصار العظيم. وفي الأول من أغسطس عام 2015 قام نائب رئيس الجمهورية رئيس الوزراء خالد بحاح بالزيارة الأولى كأرفع مسؤول يصل إلى مطار عدن الدولي بعد طرد الإنقلابيين منه. وقد لقي بحاح استقبالا حاشدا وتغطية إعلامية غير مسبوقة. في الأثناء كانت عدن ما تزال تعاني من وجود الخلايا الإرهابية النائمة التي خلفتها الميليشيات الإنقلابية، والتي تمكنت من استغلال الوضع الأمني المختل الذي أفرزه الإنقلاب مستفيدة من الفوضى وانتشار السلاح وغياب أجهزة الدولة التي كانت للتو تحاول النهوض في جوانب مختلفة أهمها إعادة تشكيل الأجهزة الأمنية. وفي 16 من سبتمبر عام 2015 ورغم التحذيرات من خطورة الوضع الأمني في عدن، حطت طائرة مدنية تحمل الحكومة اليمنية وعلى رأسها دولة نائب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء في مطار عدن الدولي العاصمة المؤقتة للبلاد بعد أشهر قضته الحكومة بمقر إقامتها المؤقت في العاصمة السعودية الرياض. الحكومة ستقوم خلال الأيام القليلة القادمة بممارسة أعمالها من عدن لأول مرة منذ أشهر بهدف تطبيع الحياة وتسهيل العقبات أمام المواطنين والإشراف على عملية تطهير المدينة من جيوب الانقلاب ومواجهة التحدي الإرهابي الخطير. وبالفعل في اليوم التالي لوصوله دعا دولة نائب الرئيس رئيس الوزراء لعقد أول جلسة لمجلس الوزراء في العاصمة المؤقتة عدن. أعضاء المكتب التنفيذي بمحافظة عدن علقوا على ذلك الاجتماع بأنه كان تتويجا للنصر الذي حققه أبطال الجيش والمقاومة. كانت الأجهزة الأمنية المسؤولة أعدت فندق القصر بعدن ليكون مقرا للحكومة. مارست الحكومة دورها بفاعلية من مقر إقامتها في عدن الذي شهد عددا كبيرا من اللقاءات والاجتماعات للإعداد لعملية تطهير أحياء المدينة وتطبيع الحياة فيها، بالإضافة للتواصل الدائم والنشط مع قيادات المقاومة في المحافظات الأخرى. عمليا بدأ وجود الحكومة بعدن يؤتي ثماره، وبدأ النازحون منها بالعودة إلى بيوتهم، وأخذ الجهاز الأمني وبإسناد من التحالف العربي يحكم قبضته على المدينة شيئا فشيئا، إلا أن هناك من كان يعد لجريمة النكرة. 6 أكتوبر عام 2015 تمكنت عصابات التطرف والإرهاب من اختراق الحواجز الأمنية باختراقها لأحد البوابات الجانبية لمقر الحكومة في فندق القصر، ونفذت عملية إجرامية هزت مبنى الفندق والمدينة بكاملها وأحدثت حصيلة دمار كبيرة طالت بنية الفندق وتجهيزاته، إلا أن طاقم الحكومة بكامله كان قد نجا من تلك الجريمة الشنيعة، وقد استشهد فيها عددا من الحراسات الخاصة. هذه المدينة رفضت التطرف الحوثي، سوف ترفض أي تطرف آخر، سوف ترفض أي تطرف آخر. نحن نعيش في مدينة عدن الآمنة، لا يمكن لأي تطرف أن يبقى، أي نبتة شيطانية لن تبقى في هذه المدينة. لم تكن حادثة فندق القصر في 6 أكتوبر محاولة للنيل من حكومة بحاح فقط، بل استهدفت أيضا وبدرجة رئيسية مشروع عودة مؤسسات الدولة للعمل من داخل الوطن، لما يمثله هذا المشروع من مناهضة لمشروع اللا دولة الذي ظل يحكم اليمن طيلة عقود غابرة. كان من أهم سماتها الفقر والإرهاب ودورات الاحتراب المستدامة، رغم أن التفجير تمكن من ألحاق أضرار بالغة بآلاف الأطنان من الخرسانة المسلحة، إلا أن بحاح
عاد مجددا وبعزيمة لمزاولة نشاطه من داخل عدن ومن مقر مختلف. هذه المرة هو قصر المعاشيق. لقد كان الإصرار على التواجد في المدينة التي تتخطفها أذرع الإرهاب من كل مكان، ويفتقر فيها السكان لأبسط أسباب الحياة والمواد الأساسية، شرطا أساسيا في مفهوم بحاحة للانتصار في معركة الإرهاب والتخلص من بقايا الغزو الانقلابي، وهي تحديات تستوجب مواجهة مباشرة من كل مسؤول حكومي. وفي يناير 2016 تعرض قصر المعاشيق لهجوم مباشر من سيارة مفخخة في استهداف ثاني لدولته. هذه المرة بحاح لم يغادر عدن، فقد كان الإيمان بوجوب أن تكون الدولة حاضرة إلى جانب المواطنين في أرض المعركة شرطا أساسيا من أجل الحياة. ظل بحاح يضغط بكل قوته من أجل تطبيع الحياة في الداخل، وظل مشروع دولة المؤسسات الضامن لحياة مدنية وكريمة في نظره معركة تستحق التضحية. ولكن نقول الأمر الجزئي الذي رسمناه وصلنا إلى هذه الخطة، الآن سوف ننتقل إلى مرحلة ثانية من الخطة الأمنية. لاحقا أسس بحاح بالتعاون مع التحالف العربي لحملات أمنية محكمة نجحت لاحقا في اختلاع جذور الإرهاب. وعبر دوما خلال تصريحاته عن إيمانه بأن وجود الحكومة في عدن شرطا أساسيا للانتصارات على مختلف الأصعدة، كما أن الحرب على الإرهاب استراتيجية لا هوادة فيها. نحن في مرحلة كحكومة كدولة بشكل كامل كل أجهزتها أولا استعادة الدولة، وهذه أولويتنا. الناس تريد الأمن، الناس تبحث عن أمن في الوقت الحاضر، الناس تبحث عن الغذاء، الناس تبحث عن الأمان. هذه الجزئيات الرئيسية للبحث، ثم ننتقل إلى مرحلة أهم وهي مرحلة الاستكمال العملية السياسية.